بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي الوديه امام الاخدود السعودي. قبل ما نروح لمباراتنا النهارده اللي احنا زايعينها لحضراتكم على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، برحب بضيوفي نجوم الاستوديو التحليلي نجم الاهلي السابق كابتن اسامه عرابي. منور يا كابتن اسامه. الله يخليك يا اسامه، اهلا وسهلا بيك، وحشني كتير، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. ايضا محلل قناة الأهلي الدكتور أحمد ثابت، منورنا يا دكتور أحمد. ده نور حضرتك يا كابتن أسامة، سعيد بالتواجد مع حضرتك، وكابتن أسامة شرف ليا أكيد بالتأكيد. عودة بعد فترة طبعًا النهاردة، وكل عشاق وكل جماهير النادي الأهلي بينتظروا النادي الأهلي، طبعًا عارفين الفترة دي النادي الأهلي بيقيم معسكر مهم جدًا علشان تجهيز كل اللاعبين في دولة الإمارات الشقيقة. زي ما إحنا عارفين منتخبنا الوطني اللي بيضم 8 لاعبين من النادي الاهلي، بنبارك طبعا للمنتخب الصعود من دور المجموعات الى دور ال 16. 8 لاعبين مع منتخب مصر، بقيه اللاعبين موجودين مع النادي الاهلي في معسكر الامارات، وطبعا عدد كبير من ناشئي النادي الاهلي موجودين ايضا وانضموا للفريق الاول. فتره مهمه جدا لتجهيز كل اللاعبين ايضا ودخول المهاجم الجديد وسام ابو علي، واحد من الصفقات المهمه للنادي الاهلي. قبل ما نروح للتحليل الفني للمباراة اليوم اللي هتكون مباراة مهمة جدا، الأهلي أمام الأخدود السعودي، حابب أول نتكلم عن منتخبنا الوطني. امبارح يعني انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام الرأس الأخضر. زي ما تابعنا وشفنا كلنا مباريات المجموعة، منتخب مصر في المباراة الأولى تعادل أمام موزمبيق 2-2، في المباراة الثانية أمام غانا 2-2، وفي المباراة الثالثة أمام كاب فيردي 2-2. منتخب مصر في دور المجموعات بدون خسارة وأيضا بدون مكسب، مبروك الصعود، لكن هناك علامات استفهام حول الأداء. شارع المصري الفترة اللي جاية الناس متخوفة من الأداء، لكن التوفيق وبلغة الكرة كرة ماشية مع لعيب منتخب مصر. الفترة اللي جاية مش هينفع يكون في أخطاء، إن الفترة اللي جاية الخطأ ممكن لا قدر الله تلاقي نفسك بره البطولة. في لعيبة متألقة، في لعيبة محتاجة تراجع نفسها، لكن كلنا في الأول وفي النهاية خلف منتخب مصر. كابتن أسامة، قبل ما نروح لتحليل الفني لمباراة الأهلي اليوم أمام الأخدود السعودي، عايزين نتكلم عن منتخبنا الوطني، مبروك الصعود، لكن ما زال رغم الصعود في تخوف شوية من أداء منتخب مصر. المباريات المقبلة هتكون مباريات مهمة ما ينفعش فيها أي أخطاء. يعني كلامك في محله تماما، مفيش شك، مبروك للصعود. انت في النهاية عايز تصعد بأي شكل للأدوار اللي هي من أول دور الستاشر، ولكن علامات استفهام كتيرة على شكل الأداء، على طريقة الأداء، على التنظيم الدفاعي، على كميات حتى النواحي البدنيه، الجري وسرعه الارتداد في النواحي الدفاعيه وسرعه الانطلاق للنواحي الهجوميه. في مشاكل واضحه من اول ماتش موزمبيق. اولا احنا زنقنا نفسنا جدا في مباراه موزمبيق الاولى اللي هي مفروض الفرقه الاضعف في المجموعه، والطبيعي ان المنتخب المصري كان يفوز في المباراه دي، كان خلاص استريح في التأهل للمرحلة الجاية من بدري. ماتش موزمبيق أولا علامات استفهام، أولا في شكل التشكيل، بنلعب احنا 4-3-3، ولكن في ماتش موزمبيق تحس انه لعبت أقرب ل4-2-4، لأنه كان بيلعب في نص الملعب زيزو ناحية اليمين، النني مركز 6 اللي هو الارتكاز، وحمدي فتحي شماله. زيزو في الماتش ده كان بيلعب اقرب للجناح، يعني هو في نص الملعب بس بيفضي قوي، بيروح ناحيه الجناح كتير جدا، ومحمد صلاح بيخش للعمق، ففي مساحه، يعني مساحات غير عاديه في نص الملعب. ما قدرش النني بظروف النني في المرحله دي، سواء العمريه او في مرحله انه ما بيلعبش في الارسنال كتير، رتمه في الاداء مش عالي. ده مش انتقاصا منه، ولكن احنا بنتكلم على الحاله اللي موجوده. ما يقدرش يغطي المساحات دي قوي، كبيره جدا عليه.
ثانيا المنتخب في ماتش موزمبيق معظمه كان بره الخدمه، معظمه يعني 8 9 كانوا بره الفورمه باستثناء مصطفى محمد. يعني صلاح مش في الفورمه، تريزيجيه الماتش الاولاني مش فورمه، معظم الناس. فالماتش مشي وتعادلنا فيه 2-2. قلنا في ماتش غانا المواضيع هتتصلح، برضو ماتش غانا نفس الموضوع، وان كان الحماس زاد شويه وقدرنا نتعادل في ماتش غانا برضو مع وجود اخطاء. الناس كلها طلبت ان مروان عطيه يكون موجود، كان موجود في المباراه واللي كان موجود بمباراه امس، ووضح انه حاله مروان دلوقتي فورمه، وادى بشكل كويس في مركز 6 اللي هو مفروض يقطع، مفروض يبقى فيه شراسه، مفروض. لكن ما زالت الاخطاء الدفاعيه كبيره، واحنا داخلين في مرحله المنتخبات القوية قوي، فلازم الأخطاء دي تتعالج قبل المباريات الجاية إن شاء الله. دكتور ثابت، قبل ما نروح للتحليل الفني لمباراة اليوم، ما زلنا مع منتخب مصر، النقطة السلبية إن شباك منتخب مصر تتلقى 6 أهداف. الفترة اللي جاية لازم الفريق اللي بيبحث عن بطولة لازم يكون عنده تنظيم دفاعي بشكل جيد. كل الشارع المصري الرياضي نادى بالتشكيلة الأخيرة اللي كانت موجودة في الرأس الأخضر، هي دي تشكيلة منتخب مصر. فيتوريا ممكن يكون تعلم من الثلاث مباريات دول علشان اللي جاي يكون صعب. بصراحة أنا شايف إن روي فيتوريا للأمانة مدرب ضعيف جدا جدا، ما يستاهلش إن احنا نختار مدرب. هقول لحضرتك قارن ما بين راتب روي فيتوريا بياخد 200,000 يورو في الشهر، بوبيستا مدرب الراس الأخضر امبارح بياخد 2500 يورو، وبيلعب بالبودلة 200,000 يورو مقابل 2500 يورو، وبيلعب بالبودلة، ومنتخب مصر بيتعادل بالعافية وبنصعد بتعادل بالعافية. عشان أحكم على مدرب، أنا كنت فاكر روي فيتوريا مدرب هجومي. يعني إيه هجومي؟ يعني بيضغط ضغط عالي، يعني بيفرض ريتم عالي زي مارسيل كولر كده. لا شفت، أنا مش شايف طوال الثلاث ماتشات لا في ثبات تشكيل. هو أصلا ده بادئ البطولة من غير إمام عاشور ومن غير مروان عطية، ما كانش مقتنع بيهم، كأنه داخل ومش عارف إمكانيات اللعيبة الموجودة إزاي. أو أولا التشكيلة الأساسية، أولا مفيش ثبات تشكيل، مفيش لغاية دلوقتي، مفيش، مش لازم في بطولة كأس أمم أكون مهيأ لعيبتي من البداية إن أنا أعمل ثبات تشكيل. دي رقم واحد. رقم اتنين، مفيش منظومة ضغط، مش شايف لا ضغط عالي ولا ضغط وسط ولا تحولات، كلها مجهودات فردية. رقم ثلاثة، المنظومة الدفاعية كارثية، وعلى فكرة الناس ظالمة المدافعين. ممكن واحد يقول لك ده حجازي مش عارف ايه، عبد المنعم مش في مستواه. يا جماعة منظومة الضغط فين؟ الدفاع بيبدأ من قدام، مفيش ضغط عالي أصلا، مفيش ضغط، مفيش لعيبة بتضغط بسبب المدرب. ما شفتش جون من ضربة ثابتة، اللعيبة مش متحفظة ضربة ثابتة. والأهم من كل ده شخصية المدرب على الخط، مفيش، تحس إن هو خفيف، مفيش تغييرة. يحاسب اللي جاب روي فيتوريا، هنحاسبه بعد البطولة، ولسه معاه أم. هو مدرب محظوظ. محظوظ ازاي؟ ان هو صعد بالصدفة وطريقه سهل. هو حتى الآن بيكسب بالحظ فقط روي فيتوريا، لكن يحاسب اتحاد الكورة. وانا شايف برضو ان في خطأ اداري من اتحاد الكورة ان محمد صلاح يمشي من المنتخب. محمد صلاح نجم كبير واسطورة كبيرة، لكن ما ينفعش ابدا اكون بلعب في بطوله وطنيه يا كابتن اسامه وحتى لو مصاب يقول لك اصل العلاج هناك. لا، ما فيش حاجه اسمها العلاج هناك ضعيف. وانا بتفق معاك ان دور الكابتن دوره مش داخل الملعب بس، دوره خارج الملعب. يعني النهارده واحنا بنتكلم عن اصابه محمد الشناوي امبارح، هل ممكن النادي الاهلي يقول لمحمد الشناوي يرجع عشان يتعالج في النادي الاهلي عشان النادي الاهلي ليه الاولويه؟ لا، النادي الاهلي دايما بيقول ان منتخب مصر فوق الجميع، وشفناها بامثله في كاس العالم للانديه. مشاركة النادي الاهلي لما ساب لاعبته في محفل عالمي، كان النادي الاهلي محتاج لاعبته وساب لعيبة منتخب مصر او لعيبة النادي الاهلي علشان منتخب مصر. هو ده دور الدور المهم لكابتن منتخب مصر، ان دوره قيادي داخل الفرقة، خاصة ان عنده خبرات كبيرة. يعني رأيكم يحترم ورأي جميل جدا، بس انا مش شايف ان فيها مشكلة ان محمد صلاح يسافر ويتعالج. ولو بقى كويس يرجع، دي انا مش شايف فيها حاجة. انا رأيي الشخصي نقفل الموضوع علشان منتخب مصر هو ليه الأولوية، اللعيبة الموجودة هي اللي ليها الأولوية، وكلنا مساندين ومدعمين لمنتخب مصر. خلينا نروح لمباراة الأهلي اليوم اللي هتقام في ملعب اتحاد كلباء. الأهلي أمام الأخدود السعودي من ضمن يعني المعسكر المهم في الإمارات، وطبعا زي ما احنا عارفين عندنا غياب ما يقرب من 8 لاعبين موجودين مع منتخب مصر في كوت ديفوار. 8 لاعبين: محمد الشناوي،
ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وهنقول عمر كمال عبد الواحد انه اصبح يعني من لاعبي النادي الاهلي، محمد هاني، مروان عطيه، محمود عبد المنعم كهرباء. دول 8 لاعبين، وايضا وامام عاشور، بخلاف 3 لاعبين، علي معلول في منتخب تونس، اليو ديانج في منتخب مالي، وبيرسي تاو في منتخب جنوب افريقيا. وايضا في المنتخب الاولمبي متواجد حمزه علاء وكريم الدبيس. عندنا طبعا لعيبه مهمه وفي اصابات، احمد عبد القادر، رضا سليم، محمود متولي، احمد نبيل كوكا، خالد عبد الفتاح، بجانب استبعاد صلاح محسن لاسباب فنيه. غياب عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، لكن فتره الاعداد او نقول المعسكر المقام في الامارات علشان تجهيز اللاعبين. النادي الاهلي بعد كاس الامم الافريقيه عنده ضغط مباريات كبير، محتاج كل اللاعبين الموجودين. كابتن اسامه، يعني معسكر الاعداد او اعداد اللاعبين في الفتره دي مهم جدا، علشان انت محتاج كل اللعيبه خلال الفتره اللي جايه. هترجع على ضغط مباريات مهمه، سواء في بطوله دوري الابطال، بطوله الدوري، نهائي كاس مصر، كل البطولات اللي هيلعب فيها النادي الاهلي. طبيعي النادي الاهلي بيشارك تقريبا في كل البطولات، يعني اللي بينظمها الاتحاد المصري او الافريقي، وكمان انديه كاس العالم لما بيوصل في انديه كاس العالم. محتاج عدد لعيبه كبير جدا. ادينا شايفين زي ما انت قلت المنتخبات في 11 لعيب مع المنتخبات الاولى، وفي حوالي 3 4 في المنتخب الاولمبي غير الاصابات. فانت مش عارف حتى الناس لما ترجع من البطولات دي مين اللي حالته هتبقى كويسة، مين لا قدر الله مصاب، مين اللي هيحتاج فترة طويلة. فانت لازم تجهز اكبر قاعدة ممكنة، لان هيبقى فيه ضغط بعد كده وتتالي مباريات. وكمان فرصة تانية لبعض اللعيبة المتواجدين في قطاع الناشئين، انك الناس تبتدي تشوفهم، ابتدوا يحسوا بالفرقة، ابتدوا يدخلوا جوه اجواء الفريق الاول. ممكن جدا تنجح في واحد او اتنين تضيفهم او ثلاثة تضيفهم للفريق الاول، عشان عدد الماتشات الكبيرة اللي هيبقى في الفترة الجاية. فالمعسكر مهم جدا ومؤثر. في ناس كانت تقول ايه، طب والنادي الاهلي كل الناس دي غايبه، طب ويعمل معسكر ليه؟ ما هو طبيعي ان بقيه اللعيبه لازم تفضل جاهزيه، ولازم يبقوا على هبه الاستعداد انه في اي وقت يقدروا يلعبوا. فان شاء الله يكون معسكر ناجح، ونقدر نستفاد من بعض العناصر، سواء الاداء الاساسيين يعني في الفرقه او الناشئين ان شاء الله. طيب تعالوا نروح لخبر عاجل دلوقتي حالا. امبارح بعد مباراه المنتخب مصر امام الراس الاخضر، شفنا خروج محمد الشناوي، وكان يعني اصابته في نهايه المباراه. اشعه النهارده لمحمد الشناوي، الاشعه اثبتت خلع في الكتف وغيابه عن جميع مباريات البطوله. محمد الشناوي مش هيستكمل خلاص مباريات البطوله، الاشعه اثبتت خلع في الكتف واصابه قويه لمحمد الشناوي. بنتمنى له يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل. ده خبر عاجل يعني، كان دكتور المنتخب محمد ابو العلا امبارح بعد نهايه المباراه، وقال ان شاء الله هنجري اشعه لمحمد الشناوي وهنقول لكم اخر النتائج. فاثبتت الاشعه خلع في الكتف لمحمد الشناوي وغيابه عن جميع مباريات البطوله. دكتور ثابت، نقطه لسه كنا بنتكلم مع كابتن اسامه، جهز كل اللعيبه. لعيبه منتخب مصر جاي، مش عارف الظروف، الاجهاد، وادي اول الاصابات محمد الشناوي وغيابه، علشان كده معسكر. ازاي تجهز بقيه حراس مرمى النادي الاهلي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حازم جمال؟ طبعا بالتاكيد انا يعني اللي عايز يتعلم الاداره في الكوره يتعلم من النادي الاهلي. اتحاد الكوره، شوف قارن ما بين النادي الاهلي وما بين منتخب مصر. منتخب مصر قبل كاس الامم ما عملش معسكر اعداد. بص النادي الاهلي بيعمل ايه، عامل معسكر اعداد. اهميته ان انت عندك 12 لعيب من الفريق الاول وعندك 11 ناشئ معسكرين في الامارات، فده يحسب للنادي الاهلي ان انت بتعسكر مع اللعيبه في وجود المدير الفني مارسيل كولر. انت النهارده عندك غيابات كتير، عندك 8 في المنتخب مصر، عندك 3 محترفين، عندك 2 في المنتخب الاولمبي، يعني 8 و3 11 و2 13 غير الاصابات. فالنهارده في لعيبه لازم هتاخد فرص. النهارده اصابه الشناوي في خلع في الكتف ممكن تطول شويه، يعني خلع في الكتف ده درجات، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن 3 على حسب. فانت النهارده لما بتدي مصطفى شوبير بتديله فرصه، مصطفى مخلوف لما بتبدا تجهزه، دي حاجه مهمه، لان انت داخل على ماتشات دوري ابطال افريقيا، وداخل على ماتشات دوري، وعندك نهائي الكاس ثالث يوم رمضان قدام نادي الزمالك، هيبقى في شهر 3 ثالث يوم رمضان. فكل الحاجات دي مهمه جدا اللي بيعمله النادي الاهلي ده مهم جدا. عندك النهارده لعيبه
لعيبه كتير الناس بقى هتتفرج عليهم من الناشئين. طيب خلينا اقول قائمه الاهلي في معسكر الامارات اللي بتضم لعيبه من الفريق الاول وايضا بتضم عدد من قطاع الناشئين. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حازم جمال. في خط الدفاع اكرم توفيق، يوسف سيد عبد الحفيظ، رامي ربيعه، ابراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، احمد عبدين، عبد الجواد جوده، اسلام عبد الله، ومازن اسامه. في خط الوسط زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم، في خط الوسط عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، كريم ندفد، احمد طعيمه، مصطفى ابو الخير، فارس خالد، طاهر محمد طاهر، محمد الضوي كريستو، وحسين الشحات، وكريم فؤاد. خط الهجوم مودست، والوافد الجديد وسام ابو علي. ده قائمه الاهلي في معسكر الامارات. كابتن اسامه، واحنا يعني معانا صور لتدريبات لاعبي النادي الاهلي، شفنا الكابتن محمود الخطيب قدامنا، الكابتن محمود الخطيب وهو متواجد ايضا في المعسكر، كان بيتسلم جائزه جلوب سكر افضل نادي في الشرق الاوسط يوم الجمعه الماضي، وحرصه وتواجده ايضا في معسكر اعداد ملاعبي النادي الاهلي رساله مهمه علشان الفتره اللي جايه، رغم انك مفنش الفتره اللي فاتت ثالث عالم بطولة السوبر المصري، لكن الفترة اللي جاية ورسالة مهمة من كابتن محمود الخطيب علشان اللي جاي مهم وصعب. مفيش شك، لما اولا مبروك الجايزة طبعا، النادي الاهلي يستحقها. يعني لما تكون في رسالة من كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي، صفته تقريبا واحد من اهم لاعيبة الكرة المصرية والافريقية والعربية بتاريخه الكبير، انه يكون متواجد في المعسكر بيدي احساس للفرقة بأهمية المرحلة الجاية، بيدي إحساس اللعيبة اللي هي صغيرة، بيوريهم إنه رئيس النادي حريص إنه يكون متواجد. اللعيبة اللي ما اتضمتش للمنتخبات برضو إحنا يعني متابعينه واخدين بالنا منكم، فأكيد رسالة مهمة من الكابتن محمود الخطيب زي ما قلت بصفته رئيس النادي وبصفته واحد من أساطير كرة القدم في مصر وفي افريقيا. يعني فنتمنى ان شاء الله الرسائل اللي بيوجهها توصل للاعبين، ويكون عندهم اصرار على انه كل واحد يحاول ياخد مكانه في الفرقه ويكون مؤثر الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. دكتور ثابت، عايز اقف عند النقطه دي، تواجد الكابتن محمود الخطيب يعني دايما حريص انه يعني يبقى في رسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي. ممكن ما نشوفوش في لحظه التتويج ولحظه الفرح ولحظه رفع الكاس، لكن دايما في الفترات اللي قبل التجهيز دايما متواجد علشان يوصل رساله للعيبه الصغيره. والنهارده احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي 11 و12 لاعب من قطاع الناشئين، وايضا لعيبه من الدرجه الاولى، فتواجده النهارده مهم، وحرصه انه يكون متواجد في فتره الاعداد او معسكر الاعداد في الفتره دي مهم جدا لاعبي النادي الاهلي. طبعا بالتاكيد تواجد الكابتن محمود الخطيب، هو دايما بيختار التوقيت المثالي، التوقيت المثالي اللي هو في مرحله بدائيه، يعني مرحله تحضيريه للفتره الجايه، عارف اهميه المرحله، ممكن اللعيبه الصغيره اللي طالعه ما تدركش قوي لسه الفتره الجايه دي هتبقى ايه، فهو وجود الكابتن محمود الخطيب في حاجه زي كده اكيد هتديهم رساله مهمه جدا، ان الفتره الجايه خلاص فتره مهمه عندنا، لازم نجهز نفسنا، لازم بعض اللعيبه اللي في قطاع الناشئين خاصه مواليد 2003 اللي هم السنه دي يثبتوا نفسهم. وكمان في حاجه، في ان انت ممكن اللعيبه اللي هتتالق النهارده او في خلال فتره معسكر الاعداد ممكن لعيبه مش متايده في القائمه الافريقيه تتايد. فدي فرصه طبعا. فدي فرصه حلوه جدا جدا لكل الناشئين الموجودين. لو في لعيبه مارسيل كولر اقتنع بيها هيأيدها في القائمه الافريقيه، لان لسه عندنا اماكن في القائمه الافريقيه. عندك النهارده مصطفى مخلوف وحازم جمال البدلاء بتوع مصطفى شوبير مثلا، عندك يوسف سيد عبد الحفيظ. وانت بتتكلم يا دكتور ثابت، ده يعني مكان الاقامه بتاع النادي الاهلي في الامارات، يعني مكان على اعلى مستوى طبعا. الملاعب، التدريبات، اماكن الاستشفاء، كل الاماكن، كل شيء مترتب. كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي اتنين سافروا رتبوا كل الاقامه. والنهارده كان في زياره مهمه، كابتن محمود الخطيب استقبل المدير العام للتنميه السياحيه بعجمان، ويعني واهدى كابتن خطيب للمدير العام درع وعلم الاهلي. كابتن محمود الخطيب النهارده استقبل صباح اليوم سعاده الاستاذ محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائره التنميه السياحيه بعجمان، والوفد المرافق له الذي حرص اليوم على زياره مقر بعثه النادي الاهلي بعجمان. وزي ما احنا شايفين دايما في دوله الامارات الشقيقه استقبال اكثر من رائع
لكل ممثلي النادي الاهلي. وايضا كابتن محمود الخطيب وجه الشكر لمدير عام دائره التنميه السحاب عجمان والوفد المرافق له على زيارته لمقر بعثه الفريق وحرصه على الترحيب بالنادي الاهلي في دوله الامارات العربيه الشقيقه. وزي ما احنا شايفين ده تكريم طبعا من الكابتن محمود الخطيب اهداه للسيد المدير العام للتنميه السياحيه، يعني درع وعلم النادي الاهلي. وهي دي العلاقات، وهي دي مكانه النادي الاهلي والاستقبال الرائع اللي دايما بيحظى به النادي الاهلي في دوله الامارات الشقيقه. طبعا فالنهارده ده حاجه، طبعا النادي الاهلي دايما ودوله الامارات دايما بصراحه حاجه الاثنين لما بيبقوا في مكان واحد بتبقى حاجه عظمه بصراحه. عندك النهارده يا كابتن اسامه في لعيبه، يوسف سيد عبد الحفيظ ده بيلعب ابن الكابتن سيد، بيلعب ظهير ايمن وبيلعب جوكر وبيلعب مركز 6 أو 8. عندك ابراهيم عبد الحكيم ده مساك، معتز محمد الناس كلها عارفاه مساك، احمد عبدين مساك كويس جدا من مواليد 2006. عبد الجواد عبد الرحمن ده بيلعب باك رايت. اسلام عبد الله اللي هو جاب هاتريك في مباراه بيراميدز اللي احنا زعناها في مباراه 2003 بيلعب مساك ناحيه الشمال وبيلعب باك ليفت. مازن اسامه جوكر بيلعب باك رايت وباك يمين، باك رايت وباك ليفت. عندك احمد طعيمه ده لعيب اللي هو جاي من اليونان، لعيب بيلعب مركز 6 ومركز 8. فارس خالد ده نجم المنتخب الشباب ومواليد 2005 واللي تالق في كاس واحد من اللعيبه المهمه جدا طبعا. طبعا الدكتور احمد ثابت بيقول الاسماء عشان بالمراكز، عشان طبعا في استاد الاشبال حافظ خلاص كل لعيبه قطاع الناشئين. فانت عندك فارس خالد ده من اللعيب الثمانيه اللي ان شاء الله لو اخذ فرصه النهارده اعتقد ان هو ممكن يسمع. فارس خالد واحد من افضل الاسماء الموجوده. محمد الضوي كريستو لسه ما خدش فرصه خالص. ممكن النهارده في فتره معسكر اعداد تبقى نقطه تحول. النهارده لعيب اجنبي جاي كان متالق، كان هداف الدوري التونسي، الناس كلها مستنياه يدك حلول، يبقى بديل لبيرسي تاو حتى يبقى يقدر ينافس يعمل منافسه مع بيرسي تاو في ناحيه الجناح اليمين. في واحد زي كريم فؤاد بيجهز، واحد زي حسين الشحات بيجهز. اما الوافد الجديد بقى اسامه ابو علي، نروح بالوافد الجديد للكابتن اسامه عرابي. كابتن اسامه الفتره دي فتره ذهبيه، لعيب المصاب يرجع فيها، اللعيب البعيد اللي مش فت اللي محتاج نواحي بدنيه في الفتره دي ممكن يتجهز، واحد زي اسامه ابو علي وافد جديد عمليه انسجام وعمليه انه يدخل وسط الفرقه طبعا. فالفتره دي فتره مهمه جدا. خلينا نتكلم عن خط هجوم النادي الاهلي. مودست اللي كان يعني اللي فنش يعني واحرز هدف مهم جدا في السوبر المصري، وكان واحد من العوامل الرئيسيه في يعني ان النادي الاهلي يفوز ببطوله السوبر المصري. وسام ابو علي الوفد الجديد، المعسكر مدى الاستفاده للاثنين، والنهارده ممكن نشوفهم ان شاء الله في المباراه امام الاخدود السعودي. بالنسبه لوسام ابو علي فرصه كبيره جدا انه ما جاش على طول على اللعب الرسمي. ايوه، كونه دخل في فتره معسكر هيبتدي يحس احساس بالمدرب اكتر، بقيه الجهاز المعاون، باجواء النادي الاهلي بصفه عامه، بحتى اسلوب المعيشه جوه داخل النادي الاهلي. ثانيا هيبتدي يتعرف على زملائه في 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 وقت المعسكر، هيبتدي يلعب ماتشات وديه، هيبتدي يحس باحساس منظومه النادي الاهلي. فهي فرصه ليه انه يعني ايه ما دخلش سريعا، هيخش واحده واحده، بس لازم يستثمرها جامد جدا. انه حوالي مثلا بقى لنا اسبوع وكمان ناقص حوالي اسبوعين لو منتخب مصر كمل او كده عقبال ما النادي الاهلي يلعب، يعني في 3 أو 4 أسابيع يقدر يحط نفسه بسرعه داخل منظومه النادي الاهلي. بالنسبه لمودست البدايه بتاعته ما كانتش جيده، ولكن نهى بجون حلو جدا في المباراه الاخيره في السوبر والنادي الاهلي والنادي الاهلي قدر يكسب بالهدف دوت. برضو استثمار جيد ليه اذا كانش جاهزيته كانت 100%، الاعداد دوت هيديله فرصه انه يشتغل على نفسه اكتر، ان الراجل يحفظه حاجات اكتر، ان ياخد على حتى اجواء الفرقه اكتر. فهي فرصه لما دخل في بدايه السنه دخل على السوبر الافريقي مظبوط، فما كانش عنده وقت ان يدخل وسط الفرقه اكتر مظبوط. ما هو انا بقول عشان كده المعسكر فرصه انه هو نهب جون ودخل كمان على فتره يقدر معنوياته مرتفعه ويقدر كمان اذا مثلا ناقص حاجه في النواحي البدنيه، ناقص حاجه في حاجات داخل الفرقه
حتى ألفة والجو يبقى معاه لعيبة أكتر ياخد عليهم أكتر، فهي فرصة للاتنين فترة الإعداد دي، وأكيد فرصة لبقية المجموعة كلها إنك اللي ما كانش جاهز قوي بقاله فترة بعيدة يجهز أكتر. زي ما قلت فرصة كبيرة جدا لمجموعة الناشئين وكلنا، أنت لعبت كده يا أسامة وأنا لعبت كده، الفرص بتيجي كده، الفرص بتيجي كده. ممكن معسكر زي ده تلاقي علمت مع كولر واحد أو اتنين بقى في دماغه، وتلاقي مثلا خلاص بقى هيقول لك ده معايا على طول. حصلت مع لما كنت شغال مع جوزيه مع حسام عاشور، فتره نزل اتفرج عليه في قطاع الناشئين، اقتنع بيه قوي، خده مفيش ماتشين ثلاثه لعب اساسي على طول. تمام. وانت بتتكلم يا كابتن اسامه، معانا دي لقطات يعني حصريه معانا على قناه الاهلي، وصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه في ملعب اتحاد كلباء النهارده، مباراه الاهلي امام الاخدود السعودي، وهتكون معانا المباراه على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. الكابتن اسامه عمل مقارنه مهمه جدا، اللي هي دي مقارنه جميله جدا، اللي هو بيقارن ما بين بدايات انتوني موديست وبدايات اسامه ابو علي. اسامه ابو علي النهارده داخل مفروض ان هو بقاله ايه يعني، بقاله اسبوعين او ثلاثه مع الفرقه بيتمرن، بيلعب ماتشات تحضيريه، حتى لو ايه لسه مش الناس مش هتستعجل عليه، الانسجام بيتم بشكل كويس. موديست عكسه، موديست جه لعب السوبر الافريقي في محافل، كان لسه حتى اللغه بتاعته مش منسجم مع زمايله، لسه ما يعرفش اللعيبه. فالمقارنه دي جميله جدا، وبصراحه يعني نتمنى التوفيق للاثنين، سواء موديست واسامه ابو علي. النهارده بيبقى عندك اثنين راس حربه ومعاك طاهر كمان بيلعبها. طيب ايضا برضو عايز اقف قدام مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بعد النهارده الخبر للاسف يعني اصابه محمد الشناوي، هي اصابه قويه في بخلع في الكتف. تجهيز مصطفى شوبير مهم جدا، عشان هو الفتره اللي جايه يعني هو اللي هيشيل يعني زي ما بيقولوا حراسه مرمى النادي الاهلي. مصطفى شوبير واحد من الحراس الممتازين الصاعدين بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، تألق في بعض المباريات، والمباراه الاخيره بس هو اللي غلط فيها. بس انت طبيعي حارس مرمى لسه بادئ هيغلط طبيعي، لازم فيه اخطاء ومحتاج ماتشات. واحد زي مصطفى شوبير عنده الموهبه، بيعجبني ان هو عنده شخصيه كويسه، بيلعب برجله كويس قوي، محتاج ماتشات. مصطفى لما ياخد ماتشات هتلاقي كمان هيبقى فيه منافسه، وكمان لسه في مصطفى مخلوف وفي حازم جمال. مصطفى مخلوف ده حارس 2003 حارس ممتاز، وحازم جمال حارس 2005 برضه ممتاز. فانت عندك حراس كويسين. النهارده مصطفى شوبير لما يحتك بلعيبه الاخدود السعودي، واحد زي توامبا المهاجم الكاميروني، في لعيبه رومانيين، لما يحتك بالناس دي وياخد، ولسه في وديه كمان يوم الجمعه دي، ان شاء الله تبقى تحضير كويس لمصطفى شوبير. كلنا ثقه في مصطفى، خاصه ان هو لعب قبل كده نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد وظهر بشكل كويس، فان شاء الله تكون بدايه خير ليه، ويكون ويقدم مباراه كويسه في خلال فتره التحضير كلها ان شاء الله. طب يعني مع الدكتور برضو مصطفى في الماتشات اللي لعب فيها، رغم ان بيلعب على فترات بعيده، ولكن اثبت ان هو حارس كويس بشكل كبير. دي حقيقه. فكمان لما يلعب بقى، لو يعني ان شاء الله نتمنى الشناوي يبقى يعني اصابته تبقى بسيطه، ولكن هتبقى فرصه لواحد زي مصطفى لو الشناوي العلاج طول شويه انه يلعب باستمراريه، فالمستوى يرتفع اكتر من الماتشات الرسميه يعني. تمام. طب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح عشان يحطنا في الصوره ويقول لنا اخر استعدادات الفريقين النهارده الاهلي والاخدود السعودي. تحياتي لك يا فاروق، تحيات نجوم الاستوديو التحليلي كابتن اسامة عرابي والدكتور احمد ثابت، واتفضل. برحب بيك يا كابتن اسامة، وبرحب بكابتن مصر الكابتن اسامة عرابي والدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد اتحاد كلباء، وقبل انطلاق المباراه الوديه الاولى لفريق النادي الاهلي امام فريق الاخدود السعودي. كلام مهم يا كابتن اسامه حضرتك استرسلته قلته، قاله الكابتن اسامه عرابي الدكتور احمد ثابت عن اوجه الاستفاده المستر كولر من هذا المعسكر. اعتقد توقيته كان مهم جدا بالنسبه للاعب زي وسام ابو علي اللي بدايته مع النادي الاهلي تكون بمعسكر دخل في الاجواء سريعا، اتعود على الاجواء في النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ساعدته انه يدخل في الاجواء وفي الكواليس. ايضا يعني ظروف اصابه الشناوي اللي نتمنى له كل السلامة، اعتقد يعني ظروف المعسكر وان انت تلعب مباراتين وديتين تدي فرصة اكتر لمصطفى شوبير. ايضا عناصر اللعيبة الشابة او العناصر الناشئين اللي مع حضرتك من خلال برنامج الاشبال سلطت عليهم الضوء كثيرا. خليني اقول لك طبعا مستر كولر مكرر انه يلعب كل شوط في هذه المباراة بتشكيل يعني التشكيل الشوط الاول هيكون في حراسة المرمى مصطفى شوبير، هيكون قدامه اثنين مساكين معتز محمد وابراهيم عبد الحكيم، على يمينهم هيكون اكرم توفيق، وفي الشمال مازن
اسامه في منتصف الملعب الثلاثي، عمرو السليه، مصطفى ابو الخير، وفارس خالد، قدامهم مثلث هجومي مكون من كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، وانتوني موديست. النهارده طاقم تحكيم يعني الاماراتي اللي يعني اداره هذه المباراه تحكيميا بقياده الكابتن عمر المعمري، هيعاونوا الكابتن حسن البلوشي مساعد اول، عبد الحميد المعمري مساعد ثاني، وعبد الله المعمري الحكم الرابع. عايز اقول لك اجواء هنا يعني الجماهير للنادي الاهلي اللي حاضره لهذا الملعب او ملعب اتحاد الكلباء، خليني اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حاليا متواجد في الملعب اتحاد الكلباء يتابع ويتفرج هذه على هذه المباراه. مستر كولر قبل التوجه لملعب المباراه اتكلم مع اللعيبه في المحاضره الفنيه، ادى يعني دفعه معنويه كبيره جدا للعيبه الناشئين، قال اي لاعب منكم محطوط تحت العين، انا يعني دي مش فرصه اختبار ولا تقييم ليكم، عكس دي فرصه مهمه جدا، كل واحد فيكم لازم يستغل هذه الفرصه. الاحتكاكات كتير والتحديات كتير خلال الفتره القادمه، اول امر المدير الفني بيبص عليه هو لعيب قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فاعتقد فرصه مهمه جدا النهارده. خليني اقول لك برضو على نقطه من النقاط المهمه اللي احنا تابعناها خلال الايام الماضيه، هي حاله التالق الكبيره اللي عليها اللاعب محمد كريستو مع عودته من الاصابه. مستر كولر اجتمع معاه واتكلم معاه، قال له ما فيش اي كلام خالص، ما تسمعش اي كلام بيكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، انت واحد من العناصر المهمه الموجوده معايا، بيظهر بصوره وبشكل مختلف تماما. خليني اقول لك كمان ان انتوني موديست من بعد مباراه فيوتشر بيظهر باسلوب وبشكل مختلف، فرق معايا بطوله السوبر، فرق معايا الهدف، ان شاء الله مردود هذه الامور وتكون تجربه قويه النهارده هذه المباراه. يهمنا في المقام الاول هي سلامه اللاعبين، مش مهم نتيجه اللقاء، يهمنا خروج اللاعبين بدون اصابه. انا موجود معاك يا كابتن اسامه، موجود مع كابتننا كابتن اسامه عرابي، الدكتور احمد ثابت، لو في اي استفسار او اي تساؤل. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، اكيد هنتواصل معاك مره ثانيه. هقول لحضراتكم تشكيل الاهلي مره ثانيه، في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر اكرم توفيق، ابراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، ومازن اسامه، ثلاثي خط الوسط عمرو السليه، فارس خالد، ومصطفى ابو الخير، الثلاثي الامامي طاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، وانتوني موديست. كابتن اسامه دي تشكيله النادي الاهلي امام الاخدود السعودي، من الواضح انها فيها خليط وتوليف بعض عناصر الشباب والناشئين مع الفريق الاول. طبيعي طالما انت بنتكلم على غيابات اكتر من 15 16 لاعب من النادي الاهلي، طبيعي ان هيكون في مجموعه ناشئين موجوده. نتمنى لهم التوفيق، لكن هي الصعوبه بس فيها حاجه واحده، ان الخط الخلفي هو اللي ثلاثه متغيرين فيه، يعني اكرم توفيق بس هو اللي ناحيه اليمين، القلبي الدفاع والظهير الايسر، تملي لما بس دي عشان معظم الغايبين في الخط الخلفي، فلازم هتضطر تلعب الناشئين. بس انا بتكلم على كتنظيم، انت لما بتحب تغير تملي بتغير في الخط الامامي اكتر او في نص الملعب. خلي بالك عندك بره رامي ربيع متواجد، ما هو بس من الواضح ان هو برضو يعني عايز يطلع من المعسكر باكبر استفاده. ماشي، ما هي وجهات نظر، ما اعرفش رامي ربيعه ما لعبش ليه، ولكن انا بس دي اللي كان ممكن رامي ربيعه يدي اطمئنان لواحد من الاثنين اللي بيلعبوا جنبه، ويدي اطمئنان حتى لمصطفى شوبير. لكن طبيعي زي ما قلت لك طالما في غيابات لابد انها هتعتمد على مجموعه ناشئين. تملي التغيير لما بيكون لاي مدير فني، تملي بتلاقيه في الخط الامامي اكتر من الخط الخلفي او في نص الملعب، ولكن نتمنى ان اللعيبه دي تادي النهارده بشكل كويس، نستفاد من بعضهم، يظهر لنا حد يكون مبشر، لانك انت لو مواخد انت 11 لاعب مش ممكن 11 واحد هتدخلهم على الفريق الاول طبعا. ولكن لو استفدت حتى باثنين بس انك انت يبقى انت استفاده كبيره لاي غيابات. وزي ما قلنا انه مصطفى شوبير ليه فرصه كبيره ان شاء الله انه يلعب في الماتشات الجايه هو وحمزه علاء لما يرجع، والمجموعه دي لو الشناوي مصاب فرصه، فبرضه دي فرصه للمجموعه الجديده، هم خمس لعيبه متغيرين صغيرين. بتتكلم في ابراهيم عبد الحكيم، محمد لعب قبل كده مباراة المصري كانت في نهايه الدوري مزبوط. واخد مازن اسامه، وعندنا فارس خالد، فارس ومصطفى ابو الخير. خمس لعيبه من السته متغيرين عن الفريق الاول، ولكن زي ما قلنا ده منطقي، ونتمنى لهم التوفيق مع بقيه
المجموعه. الخط الامامي ترتيبه عادي جدا، كريم فؤاد وطاهر وموديست كلهم يعني في الفريق الاول وبيلعبوا، يعني عمرو السوليه موجود في نص الملعب يدي خبره للاعيبه نص الملعب. هو بس نتمنى ان خط الظهر يبقى محتفظ بتوازن كويس يساعد مصطفى شوبير ويساعد بقيه الفرقه. تمام دكتور ثابت، هنروح لخط الوسط اللي فيه عمرو السوليه، فارس خالد، مصطفى ابو الخير. الوقفه بالنسبه للثلاثي هتبقى ازاي؟ مين هيبقى رقم ستة؟ مين هيبقى ثمانية؟ الشكل وانت حافظ طبعا وعارف لعيبه فارس خالد وعارف مصطفى ابو الخير. تشكيل النادي الاهلي النهارده مارسيل كولر بيلعب بطريقته المعتاده 4-3-3. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، اثنين مساكين معتز محمد وابراهيم عبد الحكيم، باك يمين اكرم توفيق، باك شمال مازن اسامه. اللي في وسط الملعب تقسيمه وسط الملعب اللي هيبقى قدام الاربع مساكين مصطفى ابو الخير، هو اللعيب الارتكاز الدفاعي رقم 6، هو اللي بيبقى واقف. الاثنين اللي بيكملوا هتلاقي فارس خالد. مصطفى ابو الخير ده من مواليد 2003، من الجيل بتاع 2003. الاثنين اللي قدام اللي بيكملوا عمرو السوليه وفارس خالد، وفارس خالد ده حط عليه دايره كده والناس تركز معاه، رقم 48. يعني واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي ممكن كولر يبص عليها النهارده باذن الله. ده بيلعب في منتخب الشباب مع كابتن وائل رياض، وده مواليد 2005. وعنده ميزه ايه يا كابتن اسامه؟ التكمله. بيكمل دايما جوه ال 18، هتلاقيه في ظهر موديست وهتلاقيه ممكن بيزيد اهداف، بيجيب اهداف فيها يعني. من الهدافين لفرقه 2003. عمرو السوليه طبعا بخبراته يقدر يتحكم لك في الريتم بتاع الفرقه. الاثنين اللي على الاطراف كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وقدام موديست. خلي بال حضرتك الفرقه الثانيه نازله بالتشكيل الاساسي، الفرقه الثانيه برضو الفريق الاخدود السعودي. هنتكلم عن الفرقه الثانيه والاخدود السعودي والتشكيل وترتيبهم في الدوري السعودي. يعني سريعا قبل ما الدكتور يتكلم، لما تيجي تسالني انا على فكره مسكت ومرنت الاخدود السعودي، بس لما اجي نتكلم عن السعودي، لكن عايز اتكلم عن بدلاء ايضا النادي الاهلي. عندك دكه قويه، عندك لعيبه فيها خبرات. اقول لحضراتكم برضو بدلاء النادي الاهلي: مصطفى مخلوف حراسه المرمى، وايضا حازم جمال متواجدين على دكه البدلاء، رامي ربيعه، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، مجدي قفشه، والوافد الجديد اسامه ابو علي، احمد عبدين، عبد الجواد عبد الرحمن، اسلام عبد الله، يوسف عبد الحفيظ، واحمد طعيمه. دي بدلاء النادي الاهلي. ومن واضح يا كابتن اسامه ان برضه في لعيبه خبرات على دكه البدلاء. ما فيش شك، يعني في رامي ربيعه وفي قفشه، كريستو طبعا، حسين الشحات، كريستو يعتبر، محمد ضوي كريستو لعب مع النادي الاهلي، يعني طبعا عنده برضو خبرات ولعب في الدوري التونسي. بقيه اللعيبه صغيرين، بس الاربعه دولت ممكن في اي وقت من المباراه يقدر مستر كولر يظبط بيهم التشكيل اكتر لو حصل فيه بعض الخلل، يعني مع المجموعة الصغيرين بعد كده اللي ممكن ياخدوا في أجزاء من اللقاء. التشكيل الأساسي كمان يا كابتن أسامة، التشكيل الأساسي في 5 من الشباب. خمسة بالذات الخط الدفاع، خط الدفاع شوية مفيش حتة الخبرات دي شوية، يعني هو النهاردة بيدي فرص. صح. يعني زي ما كابتن أسامة قال، معتز محمد وإبراهيم عبد الحكيم، معتز مواليد 2005 وإبراهيم عبد الحكيم مواليد 2003، فانت النهارده الاثنين المساكين ممكن يعني نراعيهم شويه. طبعا لسه صحيح. مفيش خبرات. لسه هيلعبوا قدام فريق فيه رومانيين وبرازيليين واسبان. فنراعيهم شويه، خاصه كمان مازن اسامه ناحيه الشمال برضو من الشباب، قدامهم مصطفى ابو الخير هو اللي بيحميهم برضو، شاب. تمام. من مواليد 2003. هو واضح انه عامل يعني توليفه من الشباب، 5 لاعبين من الشباب مع الفريق الاول. وايضا متواجد على دكه البدلاء برضو عناصر من عناصر الخبره. تعالوا نروح لتشكيل الاخدود السعودي اللي هيواجه النهارده لاعبي النادي الاهلي في حراسه المرمى: باولو وفيتور، خط الظهر بوركا اندريا وسعيدي الربيعي وسولومون وبدروازا، في خط الوسط عوض خميس وحسن الحبيب، الثلاثي الامامي تناسي وريان هتان وصالح الحرثي، وفي خط الهجوم اليكس كولادو. ده تشكيل الاخدود السعودي. كابتن اسامه، سبق ليك انك يعني محطه من محطاتك التدريبيه، يعني خط المرحله التدريبيه، او كنت المدير الفني لفريق الاخدود السعودي من قبل. مظبوط، ده سنه 2019. كان الاخدود السعودي لسه في الدرجه الثانيه، وعلى فكره اول موسم ليه في الدوري الممتاز في تاريخه. السنه دي اول. هو نادي في جنوب السعوديه في مدينه نجران على الحدود اليمنيه.
طبعا بحيي الاستاذ سامي قليديش رئيس النادي، الاستاذ حسن اعضاء مجلس اداره، ما زالت علاقتي بيهم مستمره حتى الان. طبعا انا لما كنت ماسك كان في الدرجه الثانيه بس ثلاث اجانب، وكنا عندي اثنين برازيليين، وكان دكتور طارق العجمي. طارق العجمي ده كان مصري، كان بيلعب في المصري البورسعيدي وانا جبته من مصر. كانوا هم نتائجهم مش كويسه خالص في الدور الاولاني، كان معاهم احد المديرين الفنيين ومشي. انا جيت في نهايه الدور الاولاني وكملت الدور الثاني، الحمد لله عملنا نتائج جيده جدا وقعدوا في الدرجه الثانيه. السنه اللي بعديها بقى جه مدير فني اعتقد برازيلي او برتغالي، وقدر في خلال سنه صعد بيهم او سنتين صعد بيهم للدوري الممتاز، فدي اول سنه ليهم. هم دلوقتي ترتيبهم ال 12 في الدوري السعودي، في الدوري السعودي، بس دي اول سنه ليهم. عندهم انت تتكلم يا كابتن اسامه معانا على الصوره دلوقتي، ده احماء الفريقين الاهلي والاخدود السعودي، ده من ملعب المباراه ملعب اتحاد كلباء. طبعا انا زي ما قلت لك كان في ثلاث اجانب بس، دلوقتي في 8 أو 9 حسب ما الاتحاد السعودي في الدوري الممتاز مقرر، والدكتور احمد ثابت يقدر يتكلم عن الموضوع ده اكتر لانه حافظ اللعيبه الاجانب كلهم اللي موجودين في الفرقه. هم عندهم 20 نقطه، هم 12 بس، هم قريبين ان يخشوا للامان لان قبليهم الشباب 21، الخليج 22، الوحده 25، ولكن برضو قريبين من منطقه الخطر لان تحتيهم الرائد 19، الفيحاء 19، فرق نقطه، الرياض 19، فرق نقطه، وحتى الطائي اللي هو في موقف الخطر 17، ولسه احنا في الاسبوع ال 19 ولسه 15 مباراه. فهم يعني حاجة كويسة ان هم اول سنة ليهم، والى حد ما سابقين 4 أو 5 فرق ليهم تاريخ في الدوري السعودي زي الرياض، زي الرائد، زي الفيحاء، كل دول عندهم خبرات في الدوري الممتاز اكتر منهم، ولكن زي ما قلت لك يا كابتن اسامة هم في مرحلة الخطر لان قريبين من اللي تحت، وبرضه قريبين من مرحلة الأمان لو قدروا يكسبوا بعض الماتشات، فنتمنى لهم التوفيق يعني ان شاء الله. بس مش مباراة اليوم. لا انا طبيعي طبيعي طبعا احنا اكيد النادي الاهلي، بس انا عشان ليا عشره معاهم فبتمنى لهم التوفيق في الدوري السعودي. طيب دكتور ثابت، يعني قبل ما نروح بقى اسمع منك ارقام المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، وده واحد من المدربين تولى معاهم 6 مباريات وعامل نتائج كويسه. تعالوا نروح نطلع نشوف تقرير عن مباراه اليوم الاهلي امام الاخدود السعودي، نرجع لحضراتكم سريعا. يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام الأخدود السعودي ضمن المعسكر التحضيري المقام حاليا في الإمارات، وذلك استعدادا لاستئناف مباريات الفريق الأول على المستويين المحلي والقاري عقب فترة التوقف الدولي الحالية والتي جاءت بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار. وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات يوم السبت الماضي من أجل خوض المعسكر الذي يستمر لمدة 10 أيام، ويترأس البعثة خالد بيبو مدير الكرة، وقام الفريق بإجراء عدة تدريبات فنية وبدنية متنوعة على مدار اليومين الماضيين. ويخوض الأهلي مواجهة هامة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أمام فريق الأخدود السعودي، وهذه المواجهة تأتي أولا لمنح الفرصة لعدد من الشباب والناشئين الموجودين مع بعثة الفريق الأول في الإمارات، وثانيا أن مارسيل كولر يريد تجهيز بعض اللاعبين في الفريق الأول. ويسعى مارسيل كولر إلى تجربة عدد من العناصر الشابة واكتشاف أبرز العناصر الواعدة التي ستفيد الفريق الأول بالنادي الأهلي على المدى البعيد، كما حرص المدير الفني على تجهيز اللاعبين بدنيا لخوض المباراة الودية والتي تأتي بعد فترة من التدريبات الجماعية سواء في مصر أو مع انطلاقة المعسكر في الإمارات. ويضم معسكر الأهلي في الإمارات عددا من العناصر الشابة وعلى رأسهم إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، أحمد عبدين، عبد الجواد عبد الرحمن، يوسف عبد الحفيظ، إسلام عبد الله، مازن أسامة، أحمد طعيمة،
بالإضافة للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المنضم حديثا في يناير الجاري، علاوة على وجود عناصر الخبرة محمد مجدي أفشة وعمرو السلية وحسين الشحات وأنتوني مودست. وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص على زيارة البعثة واجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل ميران الأمس، وشدد لهم على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة والتي تشهد منافسات قوية محليا وقارية. فيما أشاد سامي قمصان المدرب العام للفريق بالمعسكر الإماراتي مؤكدا بأنه يأتي فرصة جيدة لمجموعة الشباب والناشئين الموجودين مع الأهلي حاليا لإثبات قدراتهم الفنية خلال الفترة الجارية. على جانب آخر، فإن فريق الأخدود السعودي الذي يعسكر حاليا في الإمارات يسعى لتحقيق أقصى استفادة من مواجهة النادي الأهلي. ويقود فريق الأخدود المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، والذي يحرص حاليا على تجهيز الفريق من أجل استئناف مبارياته في دوري روشن للمحترفين. أهلا بحضراتكم من جديد دكتور ثابت. يعني المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا من وقت ما تولى الأخدود السعودي وهو عامل نتائج مميزة في 6 مباريات طبعا. أبرز أرقام المدرب، وأيضا لو ليك تعليق على تشكيلة الأخدود السعودي. يمكن المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا ماسكهم من 12 نوفمبر شهر تقريبا، مش كتير يعني. لعب معهم 6 ماتشات، كسب 3، اتعادل ماتش وخسر ماتشين، جاب 3 أجوان في 6 ماتشات. فده نتيجة بتأكد أنه مدرب دفاعي أكتر، استقبل حافظ على نظافة شباكه أربع نكمل هات اللي بعدها حافظ على نظافة شباكه 4 مباريات من 6. يعني هو استقبل ال5 أجوان في ماتشين، وال4 ماتشات الباقية شباك نظيفة. لو بصينا على تشكيلهم، لا هم نازلين بالقوة الضربة بتاعتهم. نقول التشكيل في حراسة المرمى باولو فيتور، ده حارس برازيلي، الحارس بتاعهم حارس برازيلي طوله 1.95 متر، عنده 35 سنة. الدفاع بتاعهم سولومون ده مدافع من جورجيا طوله 1.96 متر، المدافع اللي جنبه اسمه بوركا أندريا، مدافع روماني وده من هدافين الدوري السعودي، مدافع هداف جايب 4 أجوان. فواضح أطوال القامة، الاثنين المدافعين طوال بيسجلوا بالراس في الضربات الثابتة بشكل كويس. عندهم في بدروزا اللي هو اللعيب الكولومبي اللي في وسط الملعب، ده أكتر لاعب عندهم في الفريق بيعمل معدل تمريرات صحيحة اللي هو رقم 18، بيعمل 41.5 تمريرة صح في الماتش الواحد. عوض خميس وحسن الحبيب، وهم بيلعبوا 4-4-1-1، دي طريقة لعبهم 4-4-1-1. أخطر 2 لعيبة عندهم أليكس كويادو الأسباني رقم 11، لعيب أسباني صنع 31 فرصة في الدوري السعودي، نركز معاه اللي هو رقم 11، هو جناح يمين هيتحرك في المساحة اللي في ظهر مازن أسامة، اللي هو أليكس كويادو اللعيب الأسباني رقم 11. وانت بتتكلم يا دكتور ثابت، ده إحماء النادي الأهلي قبل مباراة اليوم أمام الأخدود السعودي ملعب المباراة. واللعيب التاني كابتن أسامة صنع الألعاب بتاعهم اللي هو فولورين تناسي، ده من رومانيا، يبقى هم عندهم 2 من رومانيا، ده لعيب عامل 3 أسيست في الدوري السعودي. يبقى لو بصينا على التشكيل، عندهم 2 من رومانيا، 1 مدافع و1 صانع ألعاب، عندهم 1 من جورجيا اللي هو سولومون المدافع، عندهم 1 برازيلي اللي هو حارس المرمى، وعندهم 1 أسباني اللي هو أليكس كويادو اللي هو نركز معاه. هم خطورتهم في الأطراف، أليكس كويادو ناحية اليمين، والناحية التانية بيبقى موجود فيها صالح الحارسي اللي هو كان مع حضرتك في الفرقة. صالح الوحيد اللي في التشكيل ده اللي كان معايا ساعة لما كان صالح الحارسي عنده سرعات. وفي لعيب كمان اسمه ريان هتان رقم 49، من اللعيبة برضو الأوراق الهجومية. من الواضح يا كابتن أسامة بعد إعلان التشكيلة وشايفين محترفين في الأخدود السعودي النهارده، يعني مباراة قوية للنادي الأهلي. طبيعي مباراة قوية، أنت بتلعب فرقة في الدوري السعودي عندها 8 محترفين محتكة كتير جدا في الماتشات اللي فاتت في الدوري، ترتيبهم ال 12، وأنت بتلعب بفرقة غايب منها القوام تقريبا الأساسي كله، وكمان مش بس القوام الأساسي، أنت كمان بتلعب ب5 صغيرين، منهم 1 بس اللي لعب مباراة واحدة اللي هو معتز محمد، الباقيين كلهم أول مباراة ليهم. فما فيش شك إن المباراة قوية جدا قوية جدا. يمكن لو النادي الأهلي مكتمل بكل صفوفه كفتنا تبقى أرجح بكتير، يعني كان هيبقى واضح قوي طبعا لو لعيبة المنتخب دي كلها موجودة
التشكيله الاساسيه. اكيد انت اول على الدوري المصري، انت بطل افريقيا، انت بطل العرب، وهم ال 12 على الدوري السعودي، كان هيبقى في فروق. انت لسه كسبان الاتحاد السعودي اللي هو يعني تاريخ كبير قوي في السعوديه، بكامل نجومه العالميه، بكامل نجوم. فكانت هتبقى المباراه يعني نسبتها 90% للاهلي و10% للاخدود، لكن دلوقتي انت بتلعب وهم مكتملين وانت غايب منك تقريبا الاساسي ومجموعه كبيره بالاحتياطي كمان. فهيبقى مباراه صعبه واحتكاك قوي سواء لمجموعه. ممكن يبتدي ازاي كولر النهارده بدايه المباراه؟ يبتدي ضغط عالي ولا يبقى فيه الاول حذر في بدايه المباراه؟ يعني هو كولر في معظم ماتشاته بيحب يضغط ضغط عالي وبيحب، بس النهارده بالتشكيل ده هل هو برضه ده اصل دي صعبه اقررها دلوقتي. يعني ممكن يقول لك دي ماتشات وديه فبرضه العب بنفس اسلوبي فمش فارقه معايا يعني كتير، حتى لو في حتى خمس لاعبين ممكن الشباب. وممكن ياخد الاسلوب الثاني اللي هو يتحفظ شويه في تلتين ملعب، يعني من تلتين الملعب او حتى من نص الملعب، ويبتدي يلعب على هجوم مرتد او يهاجم ضغط عالي في اوقات من المباراه ويرجع تاني. ممكن يفكر هذا التفكير، بس هو اسلوب كولر نفسه في معظم ماتشاتنا اللي احنا بنتفرج عليها وعلى بيحب يضغط ضغط عالي، نادرا ما بيتراجع لنص ملعبنا ويلعب ضغط او يلعب متاخر ويلعب على هجمات مرتده، نادرا، وعملها في ماتشات قليله جدا. فدي برضو انا مش هقدر اجزم انه هيعمل كده، اكيد لما نشوف الماتش هتبقى صعبه زي ما احنا شفنا لو بدا ضغط عالي يعني النادي الاهلي خلاص انهى الاحماء بتاعه وداخلين على اوضه اللبس عشان المباراه هتبتدي يعني هتبدا بعد قليل. اخيرا دكتور ثابت، برضو يعني ابرز ارقام لاعبي نادي الاخدود في الدوري السعودي، هم عندهم الاكثر تسجيلا للاهداف توامبا الكاميروني اللي هو كان بيلعب في التعاون السعودي، ده موجود على الدكه النهارده. المدافع الروماني اندري بوركا اللي هو رقم 3 ده جايب 4 اهداف. جايب 4 اهداف. الاكثر صناعه للاهداف الصانع الالعاب الروماني اللي هو رقم 10 عامل 3 اسيست. الاكثر صناعه للفرص اليكس كويادو، وده انا مش مع الضغط العالي قوي النهارده. ليه؟ لان في سرعات. اليكس كويادو سريع ممكن يعمل ضغط على مازن اسامه، لعيب لسه صغير، خاصه كمان الاثنين المساكين خبراتهم مش كبيره. انت عندك ابراهيم عبد الحكيم لسه صغير وعندك معتز محمد لسه صغير، فاعتقد ان هيبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم من مارسيل كولر. نتمنى طبعا يعني قبل النتيجه ان اللعيبه تخرج كلها سلام، دي اهم حاجه في مباراه اليوم، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي، وطبعا توفيق لاشبال النادي الاهلي والناشئين اللي بيشاركوا النهارده لاول مره، يا رب ليهم التوفيق كده وبيحظوا بثقه مستر كولر. نروح لفاصل، وبعد الفاصل معلق المباراه الكابتن علاء متولي، ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراه.